ما تقع مشكلة سواء شجار بين العائلتين يقوم رجال الإصلاح فورا بالتوجه إلى العائلتين، ثم نقوم بالطلب بالعمار والإصلاح بين الناس على مبدأ الحق وعلى مبدأ الصح، ليس نظلم فيه أحد ولا نفتري على أحد. والهدف من الإصلاح دائما هو تحجيم المشكلة وعدم زيادتها وعدم انتشارها. وأنتم تعرفون أن العربي دائما عنده النخوة والحمية وينتخي دائما في سبيل الله في إصلاح ذات البين. فتواصلوا معي إخواني دار موسى من رفح الساعة 11 في الليل، قلنا يا عم تحل بيكم البركة، قال الزلمة طيب فلنعاش، وغدا قلنا مرحبا بكم المصاد فقال أبو مصطفى هذا الربعي. الصبح واللي بتفاجأ بيتصلوا فيه قال والله حج أعطاك عمره بلغة العرب. قلنا رحمه الله إلى رحمة الله. وصلنا في أخواننا دار أبو مصطفى وجينا حضرنا احنا وفد من رفح ومن خان يونس، يعني ناس شرواكم، حضرنا ودفننا وقمنا بالواجب، والجماعة قال بتجونا بعد ترى ويعطونا 3 أيام وجه. وفي المرة الثانية قال ودنا نريحكم ونكتب ليكم أوراق، ونهار الثلاثة الجاه اجتمعنا اليوم في هذا المهرجان الكبير الذي وجد حتى تتم عملية العفو من آل القتيل الذي توفي في حادث طرق. قام أهل القتيل بالعفو عن القاتل والإفراج عنه من السجن وعدم قبول دية، وكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أولا ومن أصالة الشعب الفلسطيني. أنا مبسوط جدا لأنه إصلاح ذات البين هذا أكبر درجة عند الله يا رجل، درجة كبيرة جدا، أنت بتحقن الشر بين الناس. وبعدين أهل الطلايب هم اللي بيساعدوك حل الطلايب لما ترزق بناس عقال محترمين. من أسباب النجاح لنا هو مساعدة وطباع وصفات سلوكيات الشعب الفلسطيني، حيث الشعب متسامح في حقه، في حقه الشخص. الله يجزيك الخير يا مختار على الجهد الطيب اللي قدمته، وانت اشتغلت بالسر ما حدش كان يدري عنك إلا القليل، والله يعينك على المهمات الصعبة. احنا بنكمل بعضنا، هذا سند المصالحة، خلاص تمام، برابطة علماء، جزاك الله خير.